السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك عمر سليم، وانت تتفرج على قناة بماريبيا، وهنشوف بعض الحاجات الاستراكشر على الخفيف كده. اقول له انا عايز ابدا نيو، طيب هختار التمبيت اللي اشتغل عليه. طبعا انت قلنا استراكشر، يبقى نختار استراكشر. طيب لو اخترت ارتكشر وميكانيكال مش اي مشكلة، بس هتلاقي بعض الفاميلي اللي ناقصة وهتقعد تعدل في الاعدادات. فمن الاسهل ان انت تشتغل على الحاجة اللي انت عايزها، يعني لو انت ميكانيكال تشتغل على ميكانيكال، لو انت ارتكشر تشتغل على ارتكشر. طيب اقول له انا عايز اشتغل على ستراكشر تمبليت. طب لو بدات من غير ستراكشر تمبليت، هتلاقي كل شويه يسالك اليونت ايه، اللي يسالك اسئله كتير قوي هتوه، فمش هحط لك مثلا الفيشن دوت، هتلاقي نفسك دخلت في متاهه. طيب اول حاجه تعملها اول ما تبدا مشروع، ان انت تدخل على الفيشن وتبدا تظبط الليفلات بتاعتك. يعني لو انت عندك اي ليفلات تبدا تعمل لها كرييت، تقدر مثلا تقول له انا عايز اعمل مثلا ليفل، وتحدد من اول نقطه دي، اول ما يظهر لك خط لحد النقطة ديت وهكذا، تبقى انت عملت الليفلات. تمام، دي أول خطوة. ممكن تيجي هنا مثلا انت عايز تظهر الليفل الناحية التانية. طيب لو عايز تظهرهم في كلهم مرة واحدة، يبقى تدخل في الإيديت تايب وتعلم هنا هيظهروا يمين وشمال. دي أول حاجة هتعملها، هيسهل عليك كتير جدا في الشغل بتاعنا. طيب لما نرجع لليفل 1، عايز أبدأ أعمل الجريد. طيب مبدئيا عشان نكون متفقين، أفضل حاجة للليفيشن الليفلات الجريد يكونوا موجودين في الملف لوحده. تمام، على اساس ان دي حاجه مشتركه بين كل اطراف المشروع، فخلاص بخلي الليفلات وخلي الجريد في ملف لوحده، والمعماري والانشائي يسحبه بيجي انسيرت ويقول له لينك ريفيت، وهتلاقي ان شارحين اللينكات دي على قناه بماريبيا بالتفصيل. طيب هاجي هنا في ارتكشر واقول له انا عايز الجريد، وتبدا ترسم الجريد بشكل دوت. طبعا لو عندك اوتوكاد هيبقى سهل جدا عليك ان انت تاخد المعلومات وتبدا تحطها، واقول له كوبي، وعشان يتكرر اكتر من مره هقول له مالتي تيبل، وعشان يبقى كونسترين يبقى ما بيطلعش وينزل، يعني لما غير العلامه دي بتلاقيك حر كده. فلما كده تقدر تكتب بقى، تقول له مثلا 10 20 30، هو بيبدا يحسب من اللي قبليه على طول. لما ممكن تختارها وتقول له مثلا عايز اقول له روتيت من هنا. تمام، بس اعلم على الكوبي، ممكن ادي له الزاويه هنا اقول له مثلا زاويه 90 90. تمام، طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه ان انا ممكن اقول لا انا عايز انرسمهم، واقول له انا عايز اعمل الجريد، واقول له هنا مثلا ده هيبقى ايه. طيب بعد الاي ايه الحاجات اللي احنا كنا بناخدها في المدرسه، بي سي دي اي اف. طيب لو عايز تعدل اليونت يو ان، وتدخل وتعدل الوحدات للي انت عايزه، مليمتر مثلا او بالمتر زي ما انت عايز، لا مشاحة في الاصطلاح. طيب لو انت عايز تعمل ربط بين الحاجات ديت، ممكن تقول له دايمنشن اهو. لو عايز تخرج وتوقف الدايمنشن تدوس بره بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له ايكوال، يعني خليهم لقد بعض. معنى كده ايه؟ ان انا لو حركت كده كله هيتحرك معايا. طب علامة الايكوال دي انا مش عايز علامة ايكوال، انا عايز يكتب لي الرقم. هاجي هنا واقول له اكتب لي الفاليو، هيبدأ يكتب لي الفاليو. لما اتحرك هتلاقي الحاجات بتتحرك معايا. تمام، طيب ركز ان انت تشتغل على الاستراكشر بلان مش على فلور بلان. الاستراكشر بلان انت جاي ترسم انشائي، فتشتغل على الاستراكشر بلان. طيب عايز ابدا احط الاعمده، ممكن تقول له انا عايز كولوم، وتختار استراكشر كولوم، ما تختارش الاركتكتشر، اختار استراكشر. طيب اخترت الاستراكشر، هقول له ايه اد جريد. ممكن تحطه مانيوال، يعني لو عايز تحطه مانيوال تختار العمود اللي انت عايزه وليكن مثلا دوت، وتبدا تحطه مثلا هنا. تمام، طيب لا انا مش عايزه كده، انا عايز اسهل على نفسي شويه، اقول له اد جريد ماشي، وابدا اعلم على الجريد اللي انت عايزه ودوس انتر، هيروح حاطه لك بالشكل دوت. فينش. طيب ثانيه واحده، هقول له هات جريد، وتروح معلم على كل الجريد اللي انت عايزهم، تقول له فينش، خلاص هيتحطهم بالشكل دوت. تمام، طيب لو في عمود انت حاسس ان انت مش محتاجه بعد ما اشتغلت ممكن تدوس دي. طيب لو انا عايز اغير المقاس بتاعه، هتيجي هنا تقول له ايديت تايب، وتقول له انا عايز اختار نوع تاني، او ممكن تعمل دوبليكيت وتعمل نوع جديد خاص بيك، مثلا 500 في 500. هو هنا كاتبه بالبوصة، أنا بدأت أكتب بالمليمتر، وأقول له أنا عايز هنا 500 في 500.
فعمل لي العمود 50 50 500. تمام. ده العمود 50 50. تعال نشوف في 3D. ال3D متوزع بالشكل دوت ومحطوط الاناليتيك اهوت موجود. لو انت عايز تخفيه في في دي بتخليك تظهر وتخفي اي حاجه. هتدخل هنا في الاناليتيك وتقول له مثلا انا مش عايز اشوف الاناليتيك دلوقتي. تمام. وممكن تعمل لوحه للاناليتيك موديل ولوحه عاديه. دي اللوحه العاديه ودي اللوحه اللي فيها الاناليتيك موديل بس. طيب انت دلوقتي مثلا عايز تعمل الكاميرات اللي هتوصل بين الاعمده ديت. طيب وعايز تشوف الشغل اللي تحت مثلا، ممكن تيجي هنا في الاندرلاي وتقول له انا عايز اشوف مثلا الشغل من ليفل 1، يبدأ يظهر لك الحاجات. طب خلينا نشوف كده كولوم. ممكن اجي هنا وابدا اعمل الاعمده برضو، هقول له كولوم ستراكشر كولوم. هو بيعمل في الدبس، يعني بيعمل الدور اللي تحت. ممكن لو انت عايز تعكسه وتقول له هاي، يبدا يعمل الاعمده في نفس الدور اللي انت موجود فيه. هقول له اد جريد وابدا اعمل الاعمده ديت اهي. تمام. واقول له فينيش بالشكل ده. ممكن اقول له انا عايز اعمل عمود مايل واختار مثلا من هنا لهنا، فيبدا يعمل لي العمود مايل من هنا لهنا بالشكل ده. نبدا نشوف 3D. طيب الاعمده ديت لو انت عملت سيلكت عليها هتلاقي الارتفاع بتاعها من ليفل 1 سالب كذا لليفل 1. طيب الاعمده التانيه من ليفل 2 لليفل 2. ممكن تروح قايل له ايه انا عايزها، لا التوب بتاعي ليفل 3 مثلا. تمام. او ده خليها ليفل 1 مثلا، على سبيل المثال لو انت حابب تخليها بالشكل ده. طيب لو انا عايز ابدا اعمل الفلور بتاعي، هقول له انا عايز فلور هوت فلور ستراكشر، وتبدا تقول له الفلور ستراكشر مثلا من النقطه ديت للنقطه ديت. ممكن تقول له اسلوب ارو مثلا لو انت في اسلوب عايز تعمله بالشكل ده. طيب لو احنا برضو جينا في ليفل 1، ممكن برضو تعمل الحاجه زي كده، تقول له انا عايز اعمل فلور انشائي نفس الفكره. هو مش لازم المربع، تقدر تعمل تطرح جزء او تعمل جزء. هنشوف مع بعض الموضوع ده. طيب تعال نشوف كده في 3D بالشكل ده. طيب لو انت عايز مثلا تعمل الكاميرات مثلا حسب التصميم بتاعك، احنا بوريك بس مثال، وانت كل مشروع بيبقى ليه حاجات خاصة بيه. تعالى الاستراكشر وقول له انا عايز بيم مثلا، حدد شكل البيم اللي انت عايزه. تمام. وقول له بقى من هنا مثلا لهنا. عندك ان انت تعمل كذا نوع من انواع البيم، وبيسألك بقى الريفرنس بتاعك انهي دور. ممكن تقول ليفل 2، تقدر تقول مثلا من هنا لهنا بالشكل دوت، وتقدر تغير المقاس زي ما انت عايز حسب الشغل بتاعك من هنا لهنا بالشكل دوت. وتقدر تاخده كوبي وتبدأ تحمله في بقية الأدوار زي ما أنت عايز. يعني لو في دور معين مثلا بعد ما خلصته وعايز تكرره، تعمل عليه سيلكت بكل الشغل اللي موجود جواه وتقول له كوبي، وبعد كده تقول له بيست وتقول له أنا عايز أعمل سيلكت ليفل، وتروح باخد الحاجات دي للليفلات اللي جاية. أو تقدر تاخده الفيو تاني وأنت في ليفل 3 تقول له أنا عايز أعمل بيست هنا. طيب انا ممكن اجي هنا في الايست واقول له انا عايز اضيف ليفل للفاونديشن. تمام. فهقول له انا عايز ليفل هنا مثلا كده بالشكل دوت، وتبدا تديله الاسم اللي انت عايزه. مثلا ده الفاونديشن، بيقول لك عايز تغير الاسم في كل اللوحات بتاعته، بقول له ماشي اوكي. تمام. طيب هاجي دلوقتي بقى في 3D واقول له مثلا انا عايز اعمل من الاستراكشر انا عايز اعمل الايزوليت. تمام. واقول له انا عايزه في اني ليفل، انا عايزه في الفاونديشن، وتبدا تختار الاعمده اللي انت عايزها، الكولوم اللي انت عايزها اهوت. تقدر تختارهم مثلا كلهم او تختار الحاجات اللي انت عايزها وتقول له فينش، فيبدا يعمل لك الاوعاد بالشكل دوت. خليها شيدد عشان تبقى شايف الشغل بتاعك. طيب لو انت عايز تفتح اوبننج مثلا للسنسير او لاي حاجه، تيجي مثلا في ليفل 1
في كذا طريقة. ممكن تيجي تعلم مثلا على الفلور دوت وتقول له انا عايز اعمل مثلا edit boundary، وتفتح مثلا فتحة هنا، تمام. الفتحة دي هتبقى موجودة في ال ده بس، يعني لما تيجي تبص في ال 3D هتلاقيه ملوش علاقة بأي دور تاني، تمام. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا عايز اعمل opening by face او shaft بالشكل دوت، وتفتح مثلا شافت بالشكل ده. الشافت دوت ممكن تحدد ان هو مثلا من ليفل 1 لاني ليفل، مثلا لليفل 3، وتقول له انا موافق، وتقول له انا عايز اشوف الحاجات دي في 3D. فتلاقي في شافت موجود اهوت، تقدر تسحبه لتحت وتسحبه لفوق زي ما انت عايز، بحيث ان اي حاجه هيقطع فيها بالشكل دوت هتلاقي ايه اتعمل فيها اوبننج. فانا عندي الاوبننج بالطريقه ديت بيفتح في مكان واحد هنا، ده بيفتح في كذا دور مره واحده. لو عايز ابدا ارسم حوائط هاجي هنا مثلا في ليفل 1 واقول له انا عايز ارسم استراكشر وول، هتلاقي في وول استراكشر وول اركتكتشر، هتختار الوول الاستراكشر، تمام. هتلاقي هنا متعلم انيبل اناليتيك موديل، ده يعتبر اكبر فرق بين الاثنين، بحيث ان تلاقي في الريبار كفر والاكستيريور والانتيريور والاذر فيسز والحاجات ديت. طيب دلوقتي انا هاجي ابدا ارسم الحوائط بتاعتي، ممكن تيجي مثلا هنا وتبدا ترسم الحوائط من هنا لهنا مثلا، ويبدا يرسم لك الحوائط. ممكن بقى تقول له بقى انا عايز الحته دي مثلا لحد هنا على اساس انها ما تبقاش داخله مع العمود، الشكل دوت. تمام، ممكن تروح مفعل الدايمنشن دوت، تقول له وريني في 3D، هتلاقي الحوائط موجودة اهي. طيب الحوائط ديت ممكن تعمل سيلكت عليها اهوت، ملاحظ ان هو داخل جوه الفلور، فاقول له اتاش توب، واقول له وقف عند الدور بتاعك، فيقف عند اول الفلور ما يطلعش فوق.